انطلقت في بالي الأندلسية أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة. وتبحث قمة مجموعة العشرين أزمتي الطاقة والغذاء بعنوان التعافي معا التعافي أقوى، ويتوقع أن تتبنى اتفاقا يعزز مبادئ التحول إلى الطاقة النظيفة. وتقدم إندونيسيا التي تستضيف القمة مسودة لخريطة طريق ترسخ التعاون بين الدول في مجال تحويل الطاقة والاستجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية. وكانت قمة العشرين عام 2020 والتي عقدت في الرياض افتراضياً فرصة تاريخية أثبتت من خلالها السعودية قدرتها الفائقة على تعزيز موقعها العالمي، حيث تفوقت في قيادة قمة عالمية عكست القيم الإنسانية للسعودية ورغبتها الدائمة في أن تكون محوراً عالمياً يقدم للعالم أهمية العمل بالقيم الإنسانية وقيم التسامح والتكافل وقيم العدل والحقوق للبشرية جميعاً دون استثناء. للقناة السعودية صالح العمري، الرياض.